يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أظلمت الدنيا في عيني وكشرت الأحداث لناظري، أو ضاق صدرك، أو عظم همك، أو كثر نصبك، أو زاد تعبك، أو اشتد غضبك، فعليك بالصلاة. إذا دهمك أمر يدك الجبال فتذكر أرحنا بها يا أرح القلب ومر إلا بالصلاة. أريح القلب وما الراحة إلا بالصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ضاقت بالدنيا صلى، جاله هم صلى، جاته مصيبة صلى، جاله حزن صلى، يبغى الراحة صلى. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العين استقرار، استقرار، راحة البال، طمأنينة، طمأنينة القلب، سكينة، تشعر وكأنك تملك الدنيا بما فيها. يا سلام، إذا حصلت على لب الصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الله، ارتباط في الخشوع. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. والله مشاكل قلبي قلبك، مشاكلي ومشاكلك ومشاكل كل من يسمعون ويشاهدون، بل مشاكل الكرة الأرضية كلها تحل مو بالصلاة، بالخشوع في الصلاة. يا سلام، تخشع تجد نفسك تعيش على الأرض وكأنك لست على الأرض. ما رأيكم أن نستجيب الآن لنداء الصلاة ونحقق هذه الراحة ونتخذ قرار لنبدأ صفحة جديدة مع الصلاة ولتكون حياتنا مع الله أجمل. أبتاه، أمه، أختاه، هل تسمعون النداء؟ يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس Mm-hmm.